إذا وجد في اللغة عبارة تدل على معنى معين وبعد البحث وجدت أن أصلها يرجع إلى اعتقاد فاسد، يقول فهل يحرم استعمالها؟ وذكر مثالا على ذلك، يقول العجلة تدور. يقول العجلة تدور، ما في شك أن العجلة تدور، معنى عجلة ما تدور مش فيه. يقول ونعني بذلك أن الأشياء تتغير، لكن أصل الكلمة هي في أساطير الرومان. نعم والأشياء تتغير أيضا، العجلة تدور والأشياء تتغير، هذا ما في شك. شو المحذور في هذا؟ نعم. يقول أصل الكلمة في أساطير الرومان، ولو كانت معناها صحيح، معناها صحيح. نعم.